نضيلي عبياض هو عنوان العمل الثالث اللي أطلق الفنان اللبناني زياد خوري خلال الأسابيع الأخيرة عبر أغاني أغاني، وبيحمل الطابع الإيقاعي والجبلي اللي بيتناسب مع الأجواء الصيفية. انت مضيلي عبياض وخلي الباقي علي، حبك بالنسبة لي شغلي ولي شغلي شغلي مش طبيعي. نضيلي عبياض من كلمات شاعر إيميل فهد وألحان جهاد حتشيتي وتوزيع عمر صباط. الحمد لله يعني لهلأ العالم الحمد لله حبتها الغنية، واليوم عم نصور فيديو كليب صرنا على الآخر، وإن شاء الله العالم تحبه يا رب. وأنا بعلن خلاصي عنك لا ما بتخلى. زياد اللي عم يتعاون ولأول مرة مع المخرج ريبيكا توق، كيف عم بلاقي هالتعاون بالإضافة لكشفه عن موعد إطلاق الكليب؟ الكليب من إخراج مخرجة جديدة إن شاء الله يا رب العالم تحبه، اسمها ريبيكا توق. منوجه لها تحية وشكر اليوم على كل التعب اللي قامت فيه معنا وكل الفريق، وإن شاء الله يا رب العالم تحبه. يعني بالنهاية الفيديو كليب للناس كله طاقة، طاقة إيجابية، كله فرح، كله حيوية، مثل ما بتعرف هلأ صيفية والعالم بقى تفرح، فالعالم اللي بده طاقة تمضي لنا عبيض. الفيديو كليب مبدئيا بده يعني ما بلكي على العيد، عيد الفطر هلا مبدئيا. الملحن جهاد حتشيتي اللي شارك بتلحين الاغنيه حضر لموقع التصوير لدعم زياد، وكان اشاد بموهبته وخبرنا عن التعاون الجاي بينهم. من الاخر زياد غير الفن، زياد من الاشخاص اللي بعتز برفقتي انا وياه في خبزه وملح، وهي الغنيه عن جد نحن مراهنين عليها، وزياد بعتقد ان شاء الله بوقت قصير بيكون بالمراتب الاولى. كان في قبل ولادي جديده وهلا مضيلي عبياض، وبلشنا بالعمل الثالث، وبرجع بقولكم التوفيق من رب، بس زياد بيستاهل يكون بالصفوف الأمامية. وانا ناطر هالكلمة داخل عيونك قوليها. من بعد انفصاله عن شركة بلاتينوم ريكوردز وتعاقده مع إدارة أعمال جديدة، شو خبرنا زياد عن هالنقلة والخطة الجديدة لأعماله ونشاطاته الصيفية؟ حاليا بدي واجه تحية كبيرة للأستاذ حميد كيروش، هو الدعم الأكبر لإلي إنتاجا وإدارة أعمال، فبوجه له تحية بعيدا عن العمل. أخ وصديق بشكره على ثقته والقناعة اللي حطها فيه، فالحمد لله إن شاء الله العالم برجع بقول لك مثل ما حميد مضي لي عبياض، العالم تمضي لنا عبياض كمان ونضل مستمرين بأعمال حلوة. خبرنا شوي عن مشاريعك للصيف، عن حفلاتك، وين راح تكون؟ في كذا مهرجان هلا عم نحكى فيهم، وفي أعراس كثير الحمد لله، وفي سفر لبرا مبدئيا على المغرب إذا الله راد. المخرجة ريبيكا تو اللي عم بتخوض أولى تجربة بعالم الكليبات خبرتنا عن فكرة الكليب أو التعاون مع زياد. كانت تجربة صعبة كتير، حلوة كتير، أول تجربة لقلي فيديو كليب زياد مع زياد كمان. زياد حدا كتير down to earth وقلبه قوي يعني ما راح بير شي كتير تقليدي. يا لاست ان بايرو الكاميرا فينا ندوي الموسيقى هلا؟ يلا خلينا نعملها. زياد خوري من الأصوات الشبابية القوية اللي بتستاهل كل الدعم والتقدير، على أمل الكليب المنتظر والأعمال اللي جاية تحقق له كل النجاح والنجومية.